وبقصر المعارض انطلقت فعالية الصالون الدوري الأول للكهرباء والطاقات المتجددة التي تدوم 4 أيام وتهدف إلى إبراز أهم التحديات المستقبلية والمستجدات في مجال الطاقة غير التقليدية، وهذا بمشاركة أكثر من 100 متعامل من منتجين ومختصين في التجهيز ومتعاملي التزويد الكهربائية. كما ستعرض هذه الطبعة أحدث التكنولوجيات في مجال التجهيزات الكهربائية المنزلية والحلول الطاقوية البديلة.